السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة مرابتك على الفيسبوك وكذا اليوتيوب في نوفال فيديو. الفيديو هذه راه اكسيبسيونال لانه راح نتحدثوا على الرفض تاع فرنسا. الرفض تاع فرنسا هدايا ما حبيتش ندير عليه فيديو قبل ما نتاكد، يعني الانسان لازم يتاكد باش ما يكونش ظالم للهيئه والى الجهه الاخرى. انا بحكم عندي مكتب فيزا في عنابه ونعتبر الاول من اول من انشا بيرود فيزا في ألف الجزائر، ومن أول من أنشأ قناة على اليوتيوب من أجل الدعم وتعليم طلبات الفيزا في الجزائر مرتك. نقول لكم باللي فرنسا أوفيسيالمون ما راهيش قاعد تمد بزاف الفيزا، يعني استخدمت كلمة بزاف لأنه جاوني دي كليون دواسة تحملاح دي غوتخيتي كبار باللي فامي تحموا بولادهم بولاد ولادهم أون ألجيري، ما عطاوهمش الفيزا موتيف نيميرو 3. جاوني ناس عندها ولادها لهيه رايحين يجي فيزيتيوهم ناسيوناليتي، والمرأة هذه كبيرة في العمر عطاوها موتيف نيميرو 3. جاوني دي جون رايحين لي فامي تاعهم عطاوهم موتيف نيميرو 3. لي جون نقدروا نتفهموها يخافوا انه الانسان هذاك يحرق، لكن الناس الكبار هادو واش ذنبهم؟ واش هو الذنب تاعهم اللي خلاكم تعطيهم في الريفيو هذا نيميرو 3؟ راكم انتم كي تحكموا ملفات الفيزا تاع الناس اسكو راكم تشوفوا فيهم كناس ولا كلاتك ولا ك 8 810 الاف اللي خلصوا فيها نون غومبورسابل اللي قاعده تدخلكم في الخزينه من عند الجيوب تاع الجزائريين؟ لماذا هذا الرفض الغير مبرر؟ لانه التبريرات اللي كاينه في الاتيستاسيون والى النوتيفيكاسيون دو ريفو تاعهم هذيك فيها والو، قاعد يعطيك جمله سطحيه. لا لا، كي تعطي الانتايا ريفو الجزائري اعطيه ريفو وشرح له علاه عطيت له الريفي بالقانون، تعطيهش الريفي عقداك. الموتيف نيميرو 9 راني نقول لكم لازم يتنحى الموتيف نيميرو 9 من نوتيفيكاسيون دو ريفي، لانه سي ان موتيف بازي سيغ دو لا بروبابيليتي. سي كوا لا بروبابيليتي؟ لا بروبابيليتي هي حاجه مستحيل انك تجزم انها راح تكون، ما قادرهاش تكون. كيف هذا دوسي كامل مليح، انسان كبير ولا انسانه كبيره مرا في العمر تروح تجي تجي لونفون تاعها ولدها كبدتها تعطيها انت موتيف نيميرو 9 تقول لها كي راح تحرقي ما ترجعيش؟ فهموني يعني يا ناس، امراه راح تطلع ولدها عندها بزاف ما جافتوش وعندها ولادها اون الجيري وعايشه اونتر نو اون تري بون سيتياسيون ما يعطيوهاش فيزا، علاه سي كوا الموتيف؟ 9 تروحي ما ترجعيش؟ لا لا، هنايا اون توك الجيريان ما ناكسبتيهاش. موتيف كيما هكذا ما نكسبتيهش لانه يعتبر احتقار للشعب الجزائري، يعتبر احتقار لي انا كجزائري فخور. الور فرنسا من الاخر يعني نعطيها لكم، كاين كاتيجوري صغيره راه تمد لها الفيزا، مي كيما يقولوها وقالها لي لامي تاعي فؤاد حصه الاسد كامله ريفو نو رومبورسابل اون بلوس. هنا ماذا بكم بارطاجيو الفيديو هذا باش يوصل او ماكسيموم، باسكو فريمون راني اونجاجيت اني نعاونكم كخاوتي. تكرهوني ارواحيكم، ما تحملونيش ارواحيكم. مي انا نعتبر جزائري ومن حقي اني ندافع على الجزائري ككل. جاوني سبحان الله لا بوليس دي جي اسان داروا دي دوموند فيزا، ناس عاقلين ناس متربيين خدامين في لا بوليس، تحيه كبيره ليهم وتحيه كبيره لاركان الدوله، يعطيكم ريفو. علاه بوليسي سبحان الله يحمي في البلاد، حاب يدير فيزيت هكا ينحي على بالو يشونجي شويه لو موفمون، مش من حقه السفر على حسب ما قيت انايا، راه حق انساني حطيته شق قانوني اللي هو الفيزا باش تمنع الانسان هذاك من السفر. في لافات الفيديو نقول لكم حاجه واحده بركة، اطرحوا سؤال واحد وعلاه لو غيسو سي كوا لا غيزون. كان معاكم مرتاك وبكل شرف نمثلكم. إلى اللقاء.